في جوار شامين كاع عمل تيست تاع ذا مالك كلوب انت صحيح. وزهير الزويد اذا مشيتو وقتها صحيح هذه منين جبتها ما تقبلتوش لا زهير تقبل وانا وقتها اريا رقوش ما زهير بعد مشى من السينيور بعد زهير مشى مش في التيست هذاك مشى زهير اي زهير لعب سينيور حمزة سلمي وقتها حمزة وقتها اتاكون تقبل انا وقتها عملت تيست في البارك اريا رقوش مدافع ايسر وقتها مدافع ايسر اي قبل ما تبدل البوست نتاعك معناها هذا قبل ما نبدل البوست نتاعي ما قبلوكش ما قبلونيش كيف عملت تيست في النجم ما قبلوكش زاد اي ما تقبلتش في النجم الرياضي الساحلي وقت اللي كان اللوكال قبل طرطان ومع السي لطفي الحسومي ملاعبي في السن هذاك مين يعمل دي تيست وما يتقبلش نجم تاثر عليه مورالمون الحكايه ولا ما اثرتش عليك انت لا كملت خدمت راه عذر ممكن انا الكوره نعتبرها كخدمتي ساعات في وقتنا كي تقدر الحاجه ويعني خدمتك هذيك رزقك وذاك اللي خليك تعطيها اكثر ما عندك وتتحسن وتحاول انك تتحسن اما ساعات كي تبدا عندك البوتنسييل وتنجم تكون مويان وتخدم برشا توصل وتنجم تكون عندك كاليتي كبيره برشا ما فين يوم ما تنجحش. امين شكون قبل تيست الكلوب ولا الليتوال؟ الكلوب. علاش اخترت الكلوب؟ والله كيك وقت جيت سمعنا ثم تيست في الكلوب علاش سالتك انا قلت لكش تحب الكلوب لا انا نحب عندي الوالد يحب الاتوال وعندي برشا من العائله يحبوا الاتوال انا خاطر من الصغر يهزنا كنا نتفرجوا ديما يهزنا الاستاد نتفرجوا في الاتوال وانت انا بلاصه نذكرها اي وانت الاتوال ملي صغير اللي صغير نحب الاتوال وديجا يعني مشيت للكلوب مال الاستقبال وهكي كنت خاطر راه وغزر ايش نقول لك ديما بين في الصغر وقت تحب جمعيه كبيره ووقتها مينيم ولا حاجه كيما هكا اي نورمالمون تمشي للتوال مادام تحب لا مشيت للتوال وما تقبلتش اي قلت للكلوب قبل بعد اي انا قلت لك انا مشيت للتوال ما تقبلتش وزاد الكلوب ما تقبلتش الواحد مو وقته صغير وما عندوش كيما نقولوا حسابات فيها صحيح انت زميلنا هيكل هميمة يبلغ لك تحيات وتحيه ليك يشكر فيك قال يعز الناس سلام على الوالد برشا قول باهي احكينا شوي على الانتقال للتوال كيف جاء بعد رغم اللي ما قلت لي ما قبلوكش في التيست نحكي وراه ديما وصل البيريود هذيك قبل وقت اللي انا صغير من بعد وقت الواحد يلا بروغريسي وكانت ثم كما تعرف ديما الانديه الكبار عندها عينيها بارتو ثم اسامي اللي ديما محطوطه على الطاوله يخمنوا باش يعملوا انفستيسمون في الجوارات اللي يشوفوا فيهم انه قادرين باش يقدموا الاضافه وديما كما تعرف قبل يحبوا جوار ياخذوه باش بعد ينجح في جمعيه كبيره باش يتباع يتسوق بمبالغ كبيره وقتها سي كما قلت لك سي عثمان جنيح اللي قال لي راه باش نحاولوا انه نتموا الصفقه يعني تكون امور رسميه دخلوا في نيغوسياسيون مع الاتوال وسي شكري العميري اللي قدم له التحيه زاده هو اللي مع سليم الدرويش هما زوز اللي تلهوا بالدوسي وتموا يعني الصفقه هذه مع جي اس كا في وجود يعني في الهيئه نتاع بعد سي عثمان سي معز هو اللي تولى الرئاسه النجم الرياضي الساحلي دونك جاء الدوسي على الطاوله سامحني وهما اللي كملوا لي بروسيدور رغم اني انت وقتها كنت معاقب من جي اس كا اي كنت معاقب صحيح كنت معاقب وتعداوا بالجي اس كا اي تعداوا بالجي اس كا به امين اكيد باساج نتاع ليتوال تحكي عليه برشا تحكي خاصه على ماتش الاهلي كاس العالم للانديه نحب نعرف انا حاجات ما تحكيوش مثلا عندي سؤال يتقال برشا الشامبيونز ليغ هذيك والبريستاسيون في كاس العالم للانديه اللي كانت مع الفرنسي بيترو مارشان خدمة قبل وتحضير فوز البنزرت يقول يتقال هكا راهو ديما ثم كونتينيتي اذا شفت انترونور ولا مسؤول يجي يقول لك كل شيء انا بيدي العصا السحريه امبوسيبل خاطر راهو ديما الخدمه كونتينيتي في كره القدم خدمنا خدمه كبيره مع سي فوزي اللي ما يعرفوش سي فوزي اللي هو يمن بالصغار برشا كان عامل فينا برشا انت هو لانسيكا اي صحيح ونزل عليا برشا ما كانش سهل راه انه باش تدخل على لاج دو 18 طبعا نشوفوا برشا لاعبين اللي تنقصهم نقول الشخصيه اما الثقه في النفس انك باش تمبوزي روحك تدخل في مجموعه وقت اللي دخلت انا نحكي لك معناها طارفه اول ما استدعوني النجم الرياضي الساحلي اول نهار في الفستير وقت اللي جيت داخل كي غزرت في باب الفستير غزرت الوجوه قلت اسامي كبيره غزرت الوجوه كنت متفرج فيها في التلفزه اسامي كبيره حشمت باش نبدل لبشي بحذاهم شكون فما مساج فكرنا وقتها وما دخلت
شكون وقت سيف وصابر وإميكا يعني أسامي كبار كبار. هو زبير باية في الرجعة نتاعو وقتها موجود؟ لا لا أنا لا آه. وقتاش كمل هو في الوقت هذاك؟ لا لا قبل شوية. ايه قبل شوية دونك الحقيقة يعني ناس تشوف فيها في التلفزة أسامي كبار برشا باش تدخل ما بيناتهم باش تدخل في الفيستير ماهي سهلة. اي حسب رأيك أعطيني أنت بورسنتاج شكون نعطيه أكثر بالشامبيونز ليغ هذيك؟ لا زوز كل واحد عنده ايه كل واحد عنده البصمة نتاعو. فوزي البنزرتي ظلي حتى حد ما يقلل من قيمته خدم خدمة كبيرة تواجنا معاه بالبطولة وقتها وجاء بعد سيبرترون اللي كمل الخدمة نتاع سي فوزي. بي في البيريود هذيك ليتوال كانت قوية برشا مي كانت قوية برشا لا نتذكر احنا نلعب بالكدا بالكدا لكن فما شوية استعلاء منكم وقتها وخاصة فما تصريح كان قلب تونس كاملة على ليتوال اللي فازت زوز حوم هذيك خلات كاينو ليتوال وين تمشي ديما اللعبات تحب تفوز على ليتوال كان فما حاجة كلي خايبة مع ليتوال وليت زايد التصريح هذاك كان من رئيس نادي معز دريس وقتها هو اللي تنجم تسأله السؤال هذا خاطر في دي مومون سيرتو وقت الواحد يكون رئيس ولا عنده بوست كبيره يعني في جمعيه لازم يكون مسؤول على التصريحات نتاعو بيتر هو يقصد بها حاجه اخرى لكن الناس في الشارع الرياضي ما غفرتلوش الكلام هذاك خلى الناس الكل وقتها يعني جات ضدنا في بيريود معينه وذيك الكرة كما تعرف الكرة كل كالسياسة باهي وقتها أيضا محمد أمين كنت مشاغب شوية عرفت تقول محمد أمين مانيش تحب تنحى خويا الله غالب حياتي كل مستنس به أمين وقتها كنت مشاد صحيحة معايا خايف المدام فيها بتاع بنتك على الأخر لا بلا في محمد أمين أمين باهي في وقتها كنت مشاغب شوية مشاغب برشا برشا أحكي لي على اللقطة مع باشتابجي وقتها هي قدمته شنو صار وقتها أنا راهو باش نحكيك تعرف البرا البرة من الكورة ديفيرون برشا على الكنب دفتير ساعات نستغرب من التصرفات متاعي راهو أما ما جوست راهو في تيرا يعني هذيك هي أنا إنسان أمو في بردون ما نحبش الخسارة نطاشش برشا ديجا حتى كي نعمل ماتش نول كي نروح للدار أصلا حتى مرتي ما نحبش نحكي معاها ما نحب نراح حد من قبل حد رباح ما نحبش وعنيدي برشا سيرتو عنيدي في شنو انه فك الان كونتران سيرتو كي نبدا داخل منه بكل وقت اللي بديت طالع انا ما يعرفونيش يعني مش تفرجوش عليا قبل وسيتي عندي في دابري الفيكو نتاعي ولا لي زوبستاكل تعرضوا لي قبل في الكوره انه سي با فاسيل انك بعد عام معاقب باش تلقى روحك في النجم الرياضي الساحلي باش تدخل في المجموعه وباش تمبوزي روحك ماهوش سهل برشا برشا احنا جوار توا يتضرب جمعتين باش تحب له مده باش يلقى الريتم نتاعو كل التضحيات هذوكم الكل كنت حطيتهم انا كونسيديراسيون الحقيقه اي هربت بيا توا احكي لي عن نحكي لك كنت برشا مشاغب فاسون كي ندخل مع كي نبدا داخل في التونيل مع الديفونسور يبدا يغزل لي يقول لك هذا ذميه مال قصير هذا معناها وانا في قلبي نقول استنى حتى نعطي التيران نعمل معناها شنو معناها مش يعني حاجه غراف اما مش هيكس برشا نذكر وقتها في الكورنير وقتها هي كورنير وهو يعني حملني انا ديجا معني بين الطرايف ما نحملش حد حتى تو في روحي ما نحملش حد كي يقعد يمس يشدني ولا نحس والله انكونسيامون نتغلغل جاء وجهي في صدره قدمته ولولوند معناها بعد بيريود افطرنا هبطت هو السوسة هذيك في الكوره هبطت السوسة وافطرنا مع بعضنا طلعت منه سماح كاو التصرفات هذه يمين خلاتك ماكش محبوب خاصه من الفرق الاخرى اي من ممكن ما ندمتش عليها شويه لا لا في الكوره كهو يعرفوني هم البرا ديجا علاقتي طيبه بهم برشا في الكوره لا غالب نحكي على الجماهير مش الملاعبيه جماهير نصور يعرفوا الكاركتير معناها بالوقت يعرفوا الكاركتير نتاعي ويعرفوا هم في الكوره انا لو كان حتى الوالد يلعب ضدي نقولوا نتكلي ما يهمنيش ما ننغر برشا فهمت في الكوره كل شيء توتي بيرمي نربح انا قال الاخر ومن بعد نطلب السماح ما قلق